ويلا تكبيت بابا 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 سيدي ملا مطرة مطرة غول النوخيطين من السماء مديتك ما تشوفها وش بيك انت حالي الاسحابة في الدار ها قولي كده شفتك برا في الحومة مسكرها في دخلت هنا حليتها سكر علي وين ماشي هو مش سكر البيت هو دي سكر السحابة وش مدخل البيت السحابة ذي مالو انا سحابتي ليه سحابتي ليه هاي سكر مش كتشوفها وش التصديق البدري اللي عندك واللي هي غنمي لربما لا نوه سيدي ما لنطر ده سحاب سحاب ده كان في لون الرصاص ينطح في بعضه ومنها سيل الدمعات رششت وتحلت فوام القرب وهبطت عاد سيول سيول ربي يسترنا من الفيضانات فيضانات جاير يا ولدي لا 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 الفيضانات ذي سكينك اللي ما عندهم وين ليلة كاملة البارح والرعد يرعد والبرق يبر وناي بيت نطق غف من فيضانات يا ودي لا لا ماك الشباك المكسر راك مفصل راك المكسر يدخل في الكوران دي يلزم نصلحوها بك طرف يلزم تصلح وانت مش تعمل مش تصلح نمشي نجيب صلاح من برا بالله هيك نجيب صلاح من برا ما لا تصلحوا وانت ديما معمل علي هنا ما لا تصلحوا عمتي يا ودي مش مدخل عمتك في الحكايه تصلح في البلاط خمم شويه دور لسانك في فمك قبل ما تتكلم وش قاعد تعمل؟ ندور في لسانك ندور في لسانك هك ما لا ندور صوابعي ها قلت لا خدم الطاسه نتاع راسك كي تكسر لك بلاط وما تحبش تجيب صلاح وما عندكش فلوس واش تعمل؟ نمشوا نجيبوا البلديه يصلحوه تجيب البلديه تصلح ما انا نكلموا الديوان القومي للتطهير لا هيك الديوان القومي للتطهير باش يجي يديك فص بالله ما انا نشوفه مع الاستعجال مش مدخل الاستعجالي بالحكايه نكلموا اللجنه الثقافيه لجنه ثقافيه كنت عندك حفله نشوفوا ديوان الحبوب هودي اختارها ومش مدخلها في الصابع نحن لقيتها عمي واشي كيفاش صح سيانين ايه سيانين وشي سيانين لا هيك جيب سيانير قلت لك فاصب الله ايه غار سهل يس هاي سديه اول حاجة تعملها شكور شي شكور تم واحد يدق على الباب يا ولدي نادى قطع البولار نادى اضاي وشي شباب اه ها باب تو هذا باب تو نحن نخرج من هنا يا عباد ربي لربما لربما بيحس هذا وشي دقان مش يقلع النغمة قلت ليك هذا وشي فص 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 اي فص فص عظم هذا فص عظم هذا فص عظم فص فص لبان هذا فص لبان معناتها نحن ناكل هذا فص لبان فص فصالة من هو الفصالة؟ انا فصالة ها؟ نفس فص فصع يعطيك فصع تفصع بل فص بو 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 بومة هذه بومة هذه بومة بومة يعطيك بومة على راسك بو خدم راسك مليح بو زيد مكسي بو زيد عريان ها ودي وش مدخلنا في قضايا يخدم مخه بو 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 عيلة بو فص بو بو بونيا على خشمك على خشمك فص بولار بولار عاود معي بولار بولار فص بولار فص بولار صحيت شيحتي الريق متاعي برا جيب لي نشرب اخي فاطر عمي والله نسيتي في الصيام هذا فص بولار هاي سديه لا تعدوا تو لو انت مش تصلح فص بولار وحدك ومش مستخص نصلح واش تعمل سديه خدم اخوك مني ها الراح صح هلح معي حل معي الشباك وافعك هجم لي هجم لي اسال اسال ما حبش يتحل ما راي يد واحدة ما تصرفكش يزم نتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ايش بديش تاكك اشوي ايش بتاكك صحيت هاكك هاول وتحمس ايه قاعد تشم في النسمة اي نشم فيش في ريحة المقارونة لو نحن نحكي على المقارونة تلوجوا كان على كروشكم كالحلوشة نحكي لي على فص البولار وعلى النسمة ويحكي لي على المقارونة
زيد ولد هاي سيديه رجع معي هانا هاك في بلاصه ترى سيدي وريني كيفاش باش تقدو طرح هاي اذا برويحتك صح هذاك اول حاجه نعملوها نوض الفص بالله بالله صح يحتمل تكسر لا 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 تكسر لا لا تكسر باهي باهي او مش نعاود نوريك كيفاش تقدم بالله والمره الجايه عمل على رويحتك والمصروف عليك اول حاجه نعملوها شدوا الفص هذاك فص بالله نحطوا هنا ها هكا ها ومن بعد شد معي شدك شدك نمشي نجيبو السطوب ها ها طريفات سطوب حطو تقيل جا عالي شويه وي مثلا حتى الاخر غشلي في القياس ومن بعد نعملو له ضريبات هكا من فوق من هنا نقصو ليه من هنا هكا ضريبات هكا تعرف ايش يلزمنا نعملو؟ ها؟ ايه تعرف كيفاش؟ ايه تعرف ولا ما تعرفش؟ ايه نعرف واش تعرف؟ نجيبو صلاح هكا هو ما جبت فيه كان صلاح اخر يلزم الصباح نجيبو صلاح اخر ايه ايه سكر سكر عليك سكر سكر عليك سكر كملت على مرمط وفريقته كل هكا هو الصباح يلزم نجيبو صلاح